ما زلنا في ذات الموضوع ونسلط الضوء أكثر على أبرز التطورات الجارية حاليا في قعطبة، ومعنا عبر الهاتف أحد وجهاء قعطبة مراد غالب مزاحم. مرحبا بك معنا سيد مراد، نريد أن نعرف عن المزاج الشعبي الحالي في مديرية قعطبة. إذا انقطع الاتصال، هل تسمعني؟ إذا معنا أيضا عبر الهاتف العميد عبد الله مزاحم، نائب قائد محور إب ومريس. أهلا بك معنا سيادة العميد. أريد أن أسألك في البداية، كنت قد أطلقت مناشدة الأسبوع الماضي لقيادة التحالف العربي ولهيئة الأركان القوات المسلحة بأن يدعموا الجبهات في شمال الضالع وفي قعطبة بالمدرعات المضادة للصواريخ الحرارية وأيضا طائرات الأباتشي لصد هجمات الحوثيين. بعد هذه النداءات والمناشدات، هل تحركت قوات التحالف والشرعية لدعمكم؟ أخي العزيز، نشكركم على الاستضافة أولا، ثم نقول أنه النداءات لا زالت مستمرة، وهناك في الآن إن شاء الله بدأت الأمور تتحل حاليا، يعني بدأت الاستجابة، يعني أول نداء الاستجابة بدأ، يعني إن شاء الله بوادرها بدأ في على الظهور، وان شاء الله لابد من حلول الجبهه هذه، لابد من صواريخ حراريه، لابد من عربات مضاده للصواريخ الحراريه، لابد من طيران اباتشي، لابد من كل الدعم العسكري المفهوم المصطلح العسكري، لابد من هذا الشيء. يجب ان تتحمل القياده الشرعيه والتحالف العربي يتحملوا مسؤوليتهم، وان هذه الجبهه تقاتل منذ 4 أعوام عن الدفاع عن الشرعيه وعن الوطن باكمل. يعني سياده العميد، ما فهمت منك بان الدعم لم يصل، لم يتم الاستجابه للنداءات التي اطلقتموها؟ لا، في دعم يعني محدود لحد الان، في دعم محدود، لكنه بالدعم الذي نتكلم عنه مثل العربات مثل يعني الاباتشي لم يصل لحد الان، لكن في دعم محدود. نطالب بالدعم الكامل للجبهات العسكريه للدفاع عن الضالع والدفاع عن الجمل باكمله. نطالب القياده الشرعيه والتحالف العربي ان يتحرك. نطالب المجتمع الدولي ان والعربي يعني ان يقف عند هذا الجرائم التي يرتكبها الحوثي بحق الاطفال، بحق النساء، بحق القرى، التدمير حتى بعناصر يدفع الاطفال، يعني يكتب المجازر حتى بعناصره مقاتليه يدفع بهم الى المهالك والمجازر. طيب ما هي الاجراءات سياده العميد؟ نعم، ما هي الاجراءات التي اتخذتها القيادات العسكريه في هذه الجبهه لمواجهه الحوثيين، خاصه بعد التقدم الاخير للحوثيين وخساره القوات العسكريه لمناطق مهمه في جبهه العود وكثير من المواقع المهمه التي كنتم تمتلكونها؟ بالنسبه للثلاث الجبهات، بالنسبه لجبهه مريس هي كما تعلم صامده وثابته ومرتبه الحمد لله، ايضا جبهه الحسين مرتبه، هناك كان حصل الانخلال في الخلل حصل في جبهه العود بسبب يعني خيانات وبيع وشراء من وجهاء ومناطق العود، لكنه الان انا اكد لك ان المنطقه التي تواجد فيها قوات الان في مواجهه الحوثي هي مناطق سليمه جدا، مناطق يعني بامكانك تقول انها مناطق مقاومه، يعني لا يوجد فيها من العناصر التي لها السلطه على المناطق هذه، يعني بالبيع والشراء وتسليم المناطق للحوثيين. هنا في هذه المنطقه التي نحن فيها الان مواجهه بين قوات الحوثي، هذه المناطق يعني تكون مناطق فاصله بيننا وبين الحوثيين، من يتقدم من خلالها اطلاقا لانها مناطق ثابته، مناطق مقاومه، المناطق هذه حاضنه اصلا للمقاومه ضد المد الحوثي، بالاضافه الى تواجد القوات العسكريه مدعمه الان في دعم فيه تعزيزات عسكرية، في دبابات، في يعني الأمور تحسن الآن، جبهة الحمد والعود تم تثبيتها تثبيتا صحيحا وسليما، وسنقف عند هذا التثبيت والتبسيط لما بعد هذا التثبيت إن شاء الله، للعمل بالتقدم إن شاء الله، ودحر الحوثي وإعادته ليس إلى ما تستقبل إلى 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 مران إن شاء الله. يعني ما فهمت منك بأن المعادلة تغيرت خلال الساعات الماضية أو الأيام القليلة الماضية، بعد أن كان الحوثيون قد تقدموا مسافات باتجاه مناطق في حمك والعود، والآن بدأت القوات العسكرية بترتيب صفوفها والمعاودة مجددا لاستعادة ما خسرت؟ نعم، هذا حصل بالنسبة لجهة حمك العود التي كان فيها الخلل والذي حصل فيها بيع وشراء وبيع، ويعني وحصل فيها انسحابات يعني مفاجئة من عناصر المتحوثة اللي وباعت المناطق هذه للحوثي واستلمت مقابل ذلك قطع من السلاح او قطع من السيارات او بعض الاموال،
تمام، ولكن بالنسبه للجبهات الاخرى هي ثابته ومثبته، وان شاء الله هذه الجبهه جبهه الحوت حمد الان مثبته ثبوت، يعني جبهه الصد الان ثابته نعم. وبواقع يعني ان شاء الله راسخة، ونعمل على اعاده الكره باذن الله عز وجل. اذا شكرا جزيلا لك العميد عبد الله مزاحم نائب قائد محور اب ومريس.